في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط، شوطنا السادس عشر. الشوط الاول للجعدان الصعوب، نسير مع مقدمه الشوط شاهين احمد بن حموده بالحوت العامري المركز الثاني. هناك التواجد من شاهين احمد بن سالم بوظفيره على المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز التواجد مشاهدينا الكرام من اللي على المركز الثالث. شعار اعتقد بان شعار محمد، بالفعل محمد بن الشدي بن حماد يقدم لنا شاهين، والمركز الرابع لسيد حمد بن علي بوظفيره. نعود مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول مع الصداره والمقدمه والبدايه الاولى. شوف تابع، راقب المعركه، راقب الاثاره. لا زال شاهين احمد بالحوته، احمد بن حموده بالحوته، ولكن شاهين على المركز الثاني، واللي وصل على المركز الثالث شاهين ناصر بن سيف بن مهير، وصل ورفع رايه التهديد، ولكن المقدمه البدايه الصداره. لا زال شاهين احمد بن اذن بن حموده بالحوته. تهانينا والناموس على فوز شاهين بهذا الشوط، لحظات وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني العبيد بن حمد بن ظهير، المركز الثالث للسيد ناصر بن سيف بن مهير. اما التوقيت دقيقه 50 ثانيه. تهانينا والناموس للفائزين.